بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنبتدي النهارده ان شاء الله في الجوديسيا والمساحه بالاقمار الصناعيه. هنكمل الجزء الثاني. الجزء الثاني هنشوف فيه النهارده مع بعض نظام الاحداثيات المستخدمه في تحديد المواقع الجي بي اس، وهنشوف فيه تطبيقات المساحه الجوديسيه، وبعدين هنشوف اهم تطبيق من تطبيقات المساحه الجوديسيه وهو شبكات المثلثات الجوديسيه اللي عندنا. هنبدأ بقى في نظم الإحداثيات اللي احنا بنستخدمها في نظام تحديد المواقع اللي اتفقنا احنا قبل كده في الجي بي اس كتحديد لمواقع النقط أو إحداثيات النقط على سطح الأرض. إن أنا هيبقى عندي في الجوديسيا لازم أحدد الأول شكل سطح الأرض اللي أنا هعتمد عليه، فشكل سطح الأرض اللي أنا هعتمد عليه هيبقى هو أهم حاجة في نظم الإحداثيات اللي احنا هنستخدمها. طبعا اتفقنا على ان في اشكال كتيره لسطح الارض، الجيويد والاسفرويد، وفي نظام تحديد المواقع هيعتمد على الاسفرويد ال WGS 84. فهنبدا نشوف بقى ايه هي نظم الاحداثيات اللي احنا نستخدمها. الاول هنبدا نتكلم على يعني ايه نظام احداثيات. نظام احداثيات بيتوفر فيه ثلاث حاجات عشان اقدر اقول على السيستم ده ان هو نظام احداثيات. اول حاجه نقطة اللي هي بنسميها نقطة الأصل، يعني مثلا الشكل اللي قدامنا ده لو في عندي محاور إكس وواي وزد، نقطة الأصل اللي أكون عارفة هي فين، هي دي اللي هبدأ أحسب منها الإحداثي بتاعي. تاني حاجة المحاور بتاعة الإحداثيات اللي عندي، يعني في النظام اللي قدامنا ده في عندي إكس في واي وفي زد، في محاور ثابتة موجودة قدامي. وبعد كده ابدا ادور على العلاقه اللي ازاي اوصف بيها مكان النقطه، يعني نقطه معينه موجوده هي مكانها فين بالنسبه لاكس، مكانها فين بالنسبه لواي، هل هي بعد عمودي شكله ايه، مكانها فين بالنسبه لزد. هو ده اللي احنا عايزين نتعرف عليه في نظامين احداثيين مهمين هم اللي احنا هنتكلم عنهم النهارده. اول نظام هو نظام الاحداثيات الجغرافيه، وتاني نظام هو نظام الإحداثيات الكارتيزية. نظام الإحداثيات الجغرافية هو نظام ثلاثي هيتعرف فيه فاي ولامدا واتش، دي الإحداثيات بتاعته. كارتيزي هو اكس وواي وزد اللي موجودين عندي. نيجي نبدأ بقى في أول نظام منهم اللي هو نظام الجغرافية اللي هو الجيوغرافيك كوردينيت سيستم، وكمان بيسموه أوقات اللونجيتيود والليتيود والالتيتيود كوردينيت سيستم، اللي هي الاتيتيود اللي هي خط عرض وخط طول وارتفاع. طيب خطوط الطول وخطوط العرض والارتفاع هنتعرف عليهم واحدة واحدة. أول حاجة احنا قلنا إن هو نظام ثلاثي الأبعاد، يعني أنا عندي فاي اللي هي زاوية خط عرض، ولامدا اللي هي زاوية خط طول، واتش اللي هي ارتفاع. شوف بقى على الشكل، آدي فاي وآدي لامدا وادي اتش بالنسبه للنقطه، ده كده سطح الارض الطبيعي ودي نقطه موجوده عليه. طب ناخد واحده واحده. اول حاجه زاويه خط عرض اللي هي فاي اللي موجوده عندنا. تعريف بتاع زاويه خط العرض بيقول ان هي الزاويه اللي بيعملها قطر الارض المر بالنقطه، يعني لو دي نقطه اهي وصلتها بمركز الارض، القطر ده بيعمل زاويه مع مستوى الاستواء، مستوى الاستواء اللي احنا رسمين المنقط ده اللي هي دايره كامله اللي بتمثلها لي مستوى الاستواء، باين منها في النص اللي قدامنا ده رسمين نص دايره. النص القطر الارض مع مستوى الاستواء بيعمل لي زاويه باينه لي كده في الاتجاه الراسي اللي هي فاي. قيمه الزاويه دي بقى، قيمه الزاويه دي بتتراوح من صفر لموجب 90 ومن صفر لسالب 90. من صفر لموجب 90 اصل مستوى الاستواء اللي هو بالنسبه لي الديتم اللي بقيس منه فاي، مستوى الاستواء اللي هو الديتم اللي هو المرجع اللي بقيس منه فاي هو زيرو، هو الزيرو بتاع فاي، يعني مستوى الاستواء اي نقطه واقعه في مستوى الاستواء او على خط الاستواء هيكون زاويه خط العرض بتاعها زيرو. وانا بقى في نص القطر في نص الكره الشمالي، وانا فوق كده في نص الكره الشمالي هيبقى عندي الزاويه بتتراوح من زيرو لحد ما اوصل للقطب الشمالي اللي هي 90 درجه، يبقى ده موجب. ولو انا في نص قطر الكره وانا ولو انا في نص الكره الجنوبي هبدا برضو من الزيرو اللي عند خط الاستواء وامشي لحد ما اوصل 90 بالسالب اللي عند نص عند القطب الجنوبي.
فمعنى كده ان هي موجب 90 او سالب 90 عباره عن ايه؟ عن اللي بيحددها لي خط الاستواء، انا شماله ولا جنوبه؟ شمال خط الاستواء يبقى موجب، وجنوب خط الاستواء يبقى سالب. يا اما بتتقال موجب من 0 ل 90، سالب من 0 ل 90، او من 0 ل 90 شمال خط الاستواء، ومن 0 ل 90 جنوب خط الاستواء. يبقى الاشاره بيحل محلها شمال للموجب وجنوب للسالب، اللي هو نص القطر، نص الكره الجنوبي اللي عندنا. نيجي نشوف شكل تفصيل اكتر. ادي خط الاستواء عندنا اهو، قسمنا كده نص الكره، وعشان نشوف شكل الايه دوائر العرض اللي موجوده عندنا. شكل دوائر العرض بتبدا من خط الاستواء بزيرو، وبتزيد بزيد لغايه ما توصل للقطب الشمالي ب90، نفس الكلام بتوصل للقطب الجنوبي ب90، لحد ما توصل 90 في القطب الجنوبي. كلمة قطب جنوبي وقطب شمالي، فأنا بشيل إشارة لأن أنا عارفة كده هو موجود فين، في نص الكرة الشمالي اللي هو شمالا بالنسبة لخط الاستواء، ولا نص الكرة الجنوبي اللي هو جنوبا بالنسبة لخط الاستواء. دي كده أول حاجة اللي هي تعريف زاوية عرض لأي نقطة موجودة على سطح الأرض. يبقى أي نقطة أوصل بنص بمركز الكرة الأرضية اللي عندنا بتعمل لي مع مستوى الاستواء زاوية، هي دي زاوية الخط العرض بتاعت النقطة. نفس أوكي. الكلام هنقوله. دكتور، أيوه الحتة بتاع زاوية فاي، هي الزاوية جاية من الخط اللي هو المر بنص قطر الأرض آه مع الخط اللي هو في اتجاه زد اللي جاي مع مستوى الاستواء. هو مع مستوى الاستواء، يعني الاستواء ده مستوى، وفي مستوى تاني اللي هو بيمثل اللي فيه الخط بتاع نص قطر الأرض، الزاوية اللي موجودة في المستوى الرأسي ما بينهم. طب حدديها بالبوينتر كده يا دكتور، وقولي أسماء الخطوط وأنت بتحددي. طيب دي النقطة اللي موجودة على سطح الأرض، شايف البوينتر؟ تمام. دي النقطة على سطح الأرض، وده النص القطر الأرض اللي مر بالنقطة دي، شايفه؟ تمام. ايوه. الزاوية فاي أهيت اللي موجودة في المستوى الرأسي ما بين القطر ده وما بين مستوى الاستواء، مستوى الاستواء اللي هو ده. الزاوية أهي فاي. ايوه انا قصدي على الخط ده بقى يا دكتور، اللي نهايه زاويه فاي عنده، الخط ده ايه اللي وصل لمستوى الاستواء، يعني ايه اللي واصل لمستوى الاستواء؟ الخط اللي هو الخط الفاصل بين فاي ولندن. الخط الفاصل ما بين فاي ولندن ده المسقط اصلا بتاع عارف القطر اللي احنا موصلينه بالنقطة ألف ده، مسقطه في مستوى الاستواء، تمام. ده مسقطه في مستوى الاستواء. يعني ايه الخط اللي انا بشاور عليه ده؟ قصدك عليه صح؟ ايوه. الخط ده عبارة عن ايه اصلا؟ لو جينا اخدنا النقطة نفسها الف لما وقعت على سطح الاسفرويد اللي احنا هنشتغل عليه، ومررنا بيها خط طول. خط طول يعني ايه؟ يعني اخدنا النقطة نفسها اللي موجودة على سطح الاسفرويد، وكمان مررنا بيها مستوى رأسي يضمها هي والمحور الرأسي بتاع الأرض اللي هو محور دوران الأرض، يبقى ده خط الطول بتاعها. خط الطول بتاع النقطة ده هيتقاطع مع مستوى الاستواء في الخط اللي انت شايفه ده، تمام؟ أعتقد كده تمام. نشوف الجزء الثاني اللي هي زاوية خط طول النقطة اللي هي لامدا. زاوية خط طول النقطة اللي هي لامدا هي باينة في الرسمة، هيبقى زي ما الباشمهندس كان لسه بيقول. ايه الخط ده؟ اتفقنا ان الخط ده عبارة عن ايه؟ خط الطول اللي بيمر بالنقطة. قلنا خط الطول هو المستوى اللي بيضم النقطة ومحور دوران الأرض. المستوى ده بيقطع مستوى الاستواء في الخط ده، وفي مستوى تاني اللي هو خط طول جرينتش او خط زوال جرينتش، اللي هو بيمر بجرينتش والمحور الرأسي لدوران الأرض. محور دوران الأرض ده مع النقطة جرينتش بيدينا خط طول جرينتش. خط طول جرينتش وخط طول النقطة المستويين دول في بينهم زاوية. الزاوية دي لما نقيسها في مستوى الاستواء، عشان كده
هو الصوت راح من عندي ولا عند كله يا جماعة؟ هو انا من مش عندي سامع سامع برضه. عندي ولا انا برضه عند كله عند كله عند كله عند كله. الصوت موجود عند تيتو يا جدعان. اللي هو ازاي بقى؟ لا يا جدعان، عندي هتلاقوا كتير او الصوت موجود عندي. انا اساله يا صاحبي. الصوت يا جماعة سيبني داخل عند كل الصوت. الدكتورة بتتكلم يا جماعة. بس يا ابني عندنا مفيش صوت ظاهر لنا احنا. مفيش صوت خالص عندنا. مفيش صوت عندنا. قول تيتو افتح المايك. افتح المايك يا تيتو. حد شغال الصوت عنده يا جماعة. طلعت اصلا دكتورة. ايه دكتورة؟ دكتورة طلعت. قول يا تيتو. يا ابن الدكتورة طلعت اصلا. هتلاقي النت فصل من عندي. يكون نور قطع من الدكتورة يا جماعة. حد يعرف يتواصل معاه كده ويبلغنا، عشان لو كان كده بقى تلحق تنام نقفل بقى. وادي يا تيتو روح شغل النور يا كده. عاد اسعد الله. قفلت المايه والنور. وعلى النعم انا يا جدعان. مايه ونور ايه بس؟ ايه الدكتورة يا جدعان؟ الواد السيد مسعد اول واحد ظهر لي. ده تيتو فوق على اليمين في اللي حاضرين. الواد ده بيصحى الساعة 6 الصبح بس. ابو غزالة انت خلاص اول دفعة. خلاص يا ابو غزالة ما تغزيش الايام بقى. عمال تتوه عنك انت يا مصطفى، عمال تتوه. لا كلنا ناصحين لك يا مصطفى، ناصحين لك. انا الاول من زمان يا احمد. حصل حصل. اللي شاري دماغه ده بفلوس حصان. اه والله الله. حد بقى سيد قولوا المايك بيفتح من ايه. هو ايه اللي حصل يا سيادة؟ على تيتو. تيتو حصل يا من ولا انت صدقني. انا كل سيكشن وكل محاضره انا متركن على جنب. ايوه بالظبط. ايه ده؟ ايه السنه اللي مان بالله ربنا دي؟ هتنزل شيخ تاني خايجين. انا بقالي شفت كل السكاشن وكل المحاضرات بحضر مع مصطفى المنوف. تخيل انت يعني. انا ليه الجنه كده الله في الهواء. المفروض لما اتخرج يشغلوني من غير شغل وفلوس كتيرة، عشان انا استحملت 5 سنين مع الكائن ده والله. شغلك في الشركة بتاعته. خلاص خلاص هو شغال في الشركة بتاعته اصلا. اه بتاعته ولا ياكل فلانيلا. هي هو في ايه اللي حصل؟ انا كنت قاعد في ايه والدكتور راح. يا رب النور يكون قطع عشان انا مش فاهم. احتمال نور قطع. عظم والله. انا شعبان شعبان. ايه انت شعبان؟ انا شعبان عشان انا مش فاهم اصلا. بتقول ايه؟ هي بتقول ايه عشان انا مش فاهم بتقول ايه الصراحه. واحنا لسه قلنا حاجه يا اسطى. الخطوط يا اسطى ارجوك. بتقول لك الخط ده اسمه كذا والخط ده اسمه كذا كده بس، مش حاجه يعني. بلاش كده يا ابراهيم عشان ما تكونش سامعانا وتعملها معانا. على فكره صح يا جدعان. كل سنه ها. اه محاضرة تعريف الخطوط. المحاضرة حد هذه اللحظة بتتسجل يعني كله جمع. الدكتورة قالت ان الزاوية اسمها فاي بين خط طول وخط المستوى. انت وصلك ولا عيد من الاول؟ اعمل ايه بالمعلومة دي؟ لا اقول بالاول. انا اللي عايز افهم اللي انت قلته في الموقع يا اسطى. تقول لهم ده يا جدعان الكلام ده متسجل. اه عادي، ما احنا بنتناقش في المنهج. اه يا باشمهندس ما احنا اللي بنسجله. ايوه يا باشا، مش انت اللي بتسجل، الدكتوره اللي بتسجل. ما شاء الله. طب ما احنا اللي هنسمعه برضه يا جدعان. مش حد غيري. رايك بقى مكتوب 33 دقيقه 49 ثانيه واقف خالص على الشمال يا جدعان. الدكتوره موجوده يا جدعان. الولا تيجي تقول له يمسك لسانه وهو السيد. السيد انت نعرف جدا. هو انا مش فاهم حاجه. هو في ايه اللي حصل؟ استنى ما حد يكلم الدكتور. يا سيد محمد الدكتور دخلت. ايوه الدكتوره موجوده اهي. قال يا تيتو الدكتوره موجوده اهي. بس الدكتوره ايه؟ الدكتوره جت. معلش يا جماعه من الاول بقى دكتور. ولا يهمك يا دكتور.
التيم تيم يعني التيم ايه محاضرتك محاضرة حضرتك يعني يعني من الاول وابدا يسجلي من دلوقتي خلاص نحسبش ممكن يا جماعه الناس تقفل المايكات هو النت قطع تاني؟ لا النت ما قطعش تاني ما فيش شاشة ظهر لنا دكتور الشاشة كانت ظهرت واختفت تاني Thank you.